بسم اللہ الرحمن الرحیم. منگل کے دن یہ پانچ دعائیں لازمی سن لیں. غم، دکھ، درد، تکلیف اور ہر قسم کی پریشانی آج ہی ختم انشاءاللہ تعالی. یہ بہت ہی خوبصورت دعائیں ہیں، سماعت فرمائیں. اللهم صل على محمد نبيك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا حنان يا منان يا حل المشكلات. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. يا حفيظ يا حفيظ. اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات، فتقضي لنا بها جميع الحاجات، فتطهرنا بها من جميع السيئات، فترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، فتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لا إله إلا الله، حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم يا مجيب الدعاء، يا راحم الضعفاء، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. لا إله إلا الله الحليم الكريم. أستغفر الله وأتوب إليه. يا رقيب يا مجيب يا الله يا الله يا الله، يا رحمن يا رحيم، يا عزيز يا جبار يا متكبر، يا مسبب الأسباب، يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم صل على محمد نبيك يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث.
التغيث لا إله إلا الله محمد رسول الله يا حنان يا منان يا حل المشكلات ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا حفيظ يا حفيظ اللهم صل على محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات فتقضي لنا بها جميع الحاجات فتطهرنا بها من جميع السيئات فترفعنا بها عندك أعلى الدرجات فتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد لا إله إلا الله حسبنا الله ونعم الوكيل لا حول ولا قوة إلا بالله اللهم يا مجيب الدعاء يا راحم الضعفاء رب اغفر وارحم أنت خير الراحمين اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك لا إله إلا الله الحليم الكريم أستغفر الله وأتوب إليه يا رقيب يا مجيب يا الله يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا جبار يا متكبر يا مسبب الأسباب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال